احد بقى المشاركين هو الاستاذ عبد الفتاح فرج، وهو طبعا كاتب صحفي وايضا صانع فيلم العشرين، وهو مشارك في مهرجان الفيوم، وحابين من خلاله طبعا نلقي الضوء شوية على المشاركات المصرية المختلفة في مهرجان الفيوم. فخلونا نرحب بيه. اهلا بيك يا فندم، منورنا. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، منورتنا وسعداء بوجودك ومشاركتك في مهرجان الفيوم الاول لافلام البيئة. فيلم العشرين، لو تدينا فكرة عنه، وهل هو مرتبط ايضا بشكل مباشر بالقضايا البيئية؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. هو فيلم العشرين مدته 20 دقيقة، بيتضمن 20 حدوتة عن شارع العشرين الشهير في فيصل. طبعا بشكل غير مباشر بيتضمن قضايا بيئية، لأن رسائل الأفلام ما بتكونش مباشرة حتى لو كانت قضايا ايه بايه، معلش عفوا، ايه رسائل الافلام عامة حتى لو افلام تسجيلية؟ ايوه، ما بتكونش مباشرة. أيوة. بمعنى ايه؟ يعني الفيلم اتطور في 5 سنوات، رصد فترة مهمة جدا من تاريخ مصر، لكن بعيون احد فاطني شارع العشرين. مدة التصوير بدأت في 2018 وحتى بعد انتهاء فترة كورونا. طبعا عشان الفيلم مصطرف في شارع العشرين، وشارع العشرين معروف ان هو احد اشهر الشوارع المصرية المزدحمة طبعا، والمكتظة بالسيارات والبشر كل شيء. فالفيلم ورانا القاهرة الجيزة الشعبية. أي. التي قد لا يراها البعض، يعني عندنا اعمال كثيرة اتكلمت على السلمية والسيدة زينب طبعا بالاماكن الشعبية. لكن مع انا عجبني كمان البوستر بتاعه، جميل، الله يخليك يا فندم. بس انا شايف كمان مشاركتين دوليتين، اعتقد انا شايف من بعيد اهو، بس بتهيالي على البوستر في مشاركتين دوليتين، صح؟ نعم. قول لنا ايه هم. الفيلم شارك كان اول عرض عالمي له السنه اللي فاتت. شارك في مهرجان المرموق السينمائي الدولي في الامارات. ووصل للقائمه القصيره. هايل. للمرشحين للجوائز. والسنة دي في مهرجان الفيوم العرض المصري الأول. هايل جدا. طيب أنا عايز أسألك برضو عن يعني برضو إحنا أول مرة نشوف مهرجان فني في محافظة الفيوم، فبالتأكيد دي تجربة خاصة، وكمان الأفلام مخصصة يعني لأفلام البيئة، ودي برضو تجربة جديدة علينا. شايف إزاي التجربة دي، وإزاي السينمائيين ومحافظة الفيوم كمان ممكن تستفيد من تجربة زي كده؟ في 2017 شاركت فيلم شيماء في مهرجان خريبكة الدولي للفيلم الوثائقي في المغرب. ومدينة خريبكة أنا كنت بعرفها زمان من خلال الكورة، خلال فريق أولمبيك خريبكة كان بيلعب الأهلي زمان، فكنت أعرف خريبكة هي بس الكورة. فلما قدمت في المهرجان وسافرت المغرب، خريبكة مدينة صغيرة جدا زي مدينة طوخ عندنا، زي مدينة أها مثلا، وعاملة مهرجان، وعاملة مهرجانين مش مهرجان واحد، عاملة مهرجان للفيلم الأفريقي ومهرجان للفيلم الوثائقي. ورغم صغر المدينة إلا إنها بتستقطب صناع الأفلام والسينمائيين والمخرجين والقنوات والصحافة في هاتين المناسبتين. فأنا وقتها تمنيت إن مدن كثيرة مصرية يبقى عندها هذا الاحتفاء بالسينما والأفلام والمخرجين. ودي كانت من الرحلات اللي انا بحبها بصراحه، لان خريبكة مش مدينه سياحيه معروفه زيها زي سلا او مفهوم أو فانت قصدك انه ممكن تبقى التجربه كمان مشابهه في الفيوم، وان شاء الله تكبر اكتر واكتر. يعني كان عندنا تجربه في اسوان والغردقه بدات من سنتين. أيوة. والاسبوع الجاي عندنا بورسعيد وادي الفيوم. احنا نفسنا كل محافظة في مصر يبقى ليها مهرجانها الفني، سواء في السينما، في المسرح، في الصحافة، في التلفزيون. مصر تستحق. مصر طبعا. مصر انا عاوز اقول لحضرتك الاحتفاء الكبير الذي قوبل به فيلم في المغرب، و يعني خلاني اعرف قد ايه مصر
بلد عظيمة سينمائيا وفنيا طبعاً وحضاريا. والفيوم مدينة يعني ومحافظة عريقة للغاية وضاربة في جذور التاريخ يعني، وحتى البوستر بتاع انا بحيي يعني المشاركين او المؤسسين والمنظمين، حتى البوستر بيعكس بورتريهات الفيوم، البورتريهات التاريخية اللي بتثير اعجاب واندهاش الملايين عبر العالم لغاية النهاردة، وبتشكل مصدر الهام طبعا اللي كانت موجودة ايام العصر البطلمي والروماني. فأنا بشكر حضرتك وبتمنى لك التوفيق في فيلم العشرين، وتجربة جميلة تستحق الدعم مننا بشكل كبير جدا جدا، مهرجان الفيوم الأول لأفلام البيئة. كويس إن يبقى عندنا الوعي ده. طيب هنروح